كيس شعريه هنعمل بيه حاجه حلوه بالسكر بس، يعني ولا لبن بقى ولا غيره، يعني حاجه حلوه كده في السريع السريع. عندي هنا كيس شعريه، معلقتين من السمنه او معلقه كبيره، هنحط حوالي نص كوبايه سكر. اللي عندي هنا زبيب جوز هند سوداني، ما عنديش مش مشكله كفايه السكر، يعني انا ممكن على فكره، بس انا قلت لا يعني عيب قوي اطلع في الحلقه عشان اعمل بالحاجتين دول بس، راح اتركوا دول كده بس، شعريه وسكر وسمنه، دي تبقى حاجه حلوه جدا 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 يعني. انا بقى دول عايزه ازودهم ازودهم، مش عايزه مش مشكله، بس يعني انا كتلفزيون زودتهم، انما لو انا في البيت مثلا او عايزه ااكل الاولاد حاجه كده، هي دي حلوه قوي قوي قوي. بتتعمل ازاي بقى دي؟ بحمر الشعريه عادي خالص، ولا هحط لبن ولا هحط حاجه، مساعد بقى، مش عايز حاجه تقيله، عايز حاجه حلوه بس خفيفه مش تقيله. يعني حتى انا ممكن احمرها بالزيت، بس قلت لا بلاش، عشان الشعريه بتشرب طعم الحاجه قوي قوي، بيبان فيها طعم الشعريه والرز بالذات، بيبان فيهم طعم الحاجه اللي احنا مكونين، او الدقيق برضو بيبان فيها، اذا كان زيت او كم سمنه اي حاجه ريحتها بتروح واضحه قوي فيها. فانا هعملها بمعلقه سمنه كبيره، انت ممكن تعمليها بمعلقتين من الزيت، مع 3 معالق زيت اي حاجه، او بسمن، يعني انا حتى هعملها بمعلقه واحده مش بمعلقتين ولا معلقتين، كتير قوي، هي معلقه سمنه واحده كده، معلقه الرز العاديه دي تاكلي بيها. يعني لو عايز تعمليها بزبده ممكن بزبده، بس الاول مثلا حمري بمعلقه زيت، برده حلو قوي معاها الزبده، بس حطي الاول معلقتين زيت كده حمري فيها الشعريه، بعد كده اديها الزبده، طعمي بيها بقى ريحه الايه، ريحه الوصفه دي اللي هي الشعريه بالسكر. دي من الوصفات القديمه جدا، يعني وصفات ايام زمان، والله كانوا زمان بيعملوا لنا من الفسيخ شربات، وكل حاجه ما كناش نعترض ابدا ابدا صراحه، يعني غير دلوقتي خالص. يعني كان زمان الحاجه اللي بيعملوها حلوه بسيطه كده، الواحد بيبقى مبسوط بيها جدا، ويعزم عليها اصحابه وكل وجيرانه وكل ده، وهو مبسوط بيها. دلوقتي لا، اي حاجه بيستقلوها. يعني معانا نانسي، اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا نانسي؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام. الحمد حضرتك كنت عايزه الحمد لله، حضرتك كنت عايزه اعرف طريقه البيتزا. حاضر، بص احنا بنحمر الشعريه زي ما بحمر الايه، كاني بحمر بالظبط للرز، بحمرها عادي خالص. هشوف بس اللي في الفرن، من تحت وفوق، تاخدش وقت خالص خالص، يعني مفيش ربع ساعة بتكون مستوية. هي كده قربت خلاص، ممكن نهدي النار عليها شوية عشان ما تحمرش قوي من فوق. حلو سريع، والغدا سريع، يعني ما عندناش أي حجة، ومش مكلف. مش احنا بقى اخر الشهر بقى ومعناش فلوس فمش هنعمل اكله، هنعمل بس بقى على قدنا بسيط. بص انا بفضل احمرها ومستنيه بس شويه صغننين كده، احمر الشعريه، لازم تحمر حبه، يا قربت خلاص. لا والله شغاله اهو، محمره اهي، مفتري ليه؟ طب اطلع يعني ولا استنى؟ طب هطلع فاصل على ما اخلص تحمير دي ونرجع نكملها مع بعض، فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، بصوا احمرت خالص الشعريه اهي بالشكل ده، هضيف لها ميه بس، ميه بس، ايه على الكيس الشعريه حوالي كوبايتين ميه، على كيس الشعريه كوبايتين ميه. يبقى انا كده مفيش عملت هنا غير حاجه، معلقه سمنه حطيت عليها كيس الشعريه حمرتها، حطيت عليها كوبايتين ميه، وهوطي عليها بقى النار واسيبها تتشرب تفلفل بقى. هي كده غليت طبعا عشان هي الميه قليله عليها. حلو قوي كوبايتين الميه دول، هي مش رز. واوطي عليها بقى النار واسيبها تفلفل براحتها.